وقل رب زدني علما. قول أبي بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا يفيد أن هذا الدعاء يستحب أن يدعى به في الصلاة، إما في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الدعاء في السجود وقال إنه قامن أن يستجاب لكم، أو في التشهد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر في ذلك واسع، سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام. قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه دعوة عظيمة علمها النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة، وقد علم الله آدم عليه السلام أن يدعو بهذا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا استوى على الدابة حمد الله وسبح وكبر، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وجاء أيضا في الصحيح في بعض استفتاحات النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة: اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاء أيضا في سيد الاستغفار نحو ذلك. الحاصل أن هذه وسيلة مباركة عظيمة لنيل مغفرة الله عز وجل. ولهذا بدأ الدعاء بقوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره وسيلة له عند الله بأن يغفر له ذنبه. وقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا نظير قول الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات مهما عظم الذنب ومهما كبر. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك. مغفرة من عندك، هذا طلب المغفرة والصفح. قوله: من عندك، أي مغفرة تمن بها علي، تتفضل بها علي، أنا مقصر مفرط كثير الذنب، فأريد منك منة وفضل على هذا العبد المقصر المذنب كثير الخطايا، أن تمن عليه بمغفرة من عندك وارحمني. هذا طلب الرحمة، ولاحظ هنا جمع بين طلب المغفرة وطلب الرحمة، وإذا اجتمع أي طلب المغفرة والرحمة تكون المغفرة متعلقة بما مضى من أعمال العبد من تقصير وزلة وذنب وخطيئة يطلب غفرانها، وتكون الرحمة فيما يتعلق بما يأتي، بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بأن أسدد في لاحق أيامي وأوفق في مستقبل حياتي إلى الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب. ثم ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين: الغفور الرحيم. الغفور الرحيم. والأدعية المأثورة، سواء منها ما جاء في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تختم بما يتناسب مع المطلوب،
والمطلوب في هذا الدعاء المغفرة والرحمة، فكان في غاية المناسبة أن تختم بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم لتعلقهما بهذا المطلوب. وذكرهما هنا أيضا من باب التوسل إلى الله، توسل إليه سبحانه بكونه الغفور، وتوسل إليه بأنه الرحيم.